من جهته قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب إن تكلفة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء ستبلغ نحو 275 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2022. إن مشروع تنمية سيناء مشروع أمن قومي سيتكلف نحو 275 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منه في إن شاء الله عام 2022. أهداف واضحة ومحددة، المضي قدما في مجال التنمية بجانب مواجهة تحديات الإرهاب. بداية التنمية بدأت ونحن نواجه الإرهاب ولم ننتظر، ولكن التنمية استمرت وبتستكمل. استغلال الثروات الكامنة ومقومات التنمية في سيناء، سيناء تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع وتمثل 6% من إجمالي مساحة مصر كلية. إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة وجاذبة للاستثمار، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.